بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. هناك ملاحظة لطيفة أيها الأحبة، أن سيدنا الخضر ماذا قال عندما فسر لسيدنا موسى عليه السلام سر أنه خرق السفينة ليعيبها؟ ماذا قال له؟ انظروا إلى الآية الكريمة أيها الأحبة. قال له: فأردت أن أعيبها، فأردت أنا. نسب العيب لنفسه، لم ينسبه لله، والعيب لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن في هذه الآية. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أنا أن أعيبها أنا، نسب العيب لنفسه. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، لأن هذا الملك سوف يأخذ هذه السفينة لأنها جديدة، فأحدث فيها ثقبا خرقها، أي أحدث فيها ثقبا. وعندما اعترض سيدنا موسى ماذا فسر له الخضر؟ قال له: فأردت أن أعيبها. انظروا إلى الآية التالية أيها الأحبة: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك. فأراد من؟ ربك. لماذا نسب الإرادة لله؟ نتابع: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. إذن نسب الرحمة، نسب الإرادة لله، لأن الآية وردت فيها الرحمة. انظروا إلى قوة الإعجاز في القرآن، وإلى قوة اختيار الكلمات في المكان الصحيح، وانظروا إلى الأدب مع الله، أدب سيدنا الخضر عليه السلام مع ربه سبحانه وتعالى. في المرة الأولى قال: فأردت أن أعيبها، لم يقل: فأراد ربك أن أعيبها، لا، فأردت، لكي لا ينسب العيب لله تبارك وتعالى. وعندما تحدث عن رحمة الله، رحمة من ربك، قال: فأراد ربك. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله.